كنعتذر على هذا الاستدراك السيد الرئيس، فقط تقول واحد المثله اللي عبدو الحنش كيخاف من الشريط، اللي عبدو الحنش كيخاف من الشريط. لذلك السيد الرئيس حنا المقرر انا شخصيا الفريق ديالنا مستعدين نصوتوا عليه، ولكن قلت ما نقولش تصويت مشروط، ولكن يكون مع في المقرر توصيات ديال ثلاثة النقاط اللي ذكرنا عليها، اللي هي السيد الرئيس الدراسة الاجتماعية المندمجة اللي غتاخذ بعين الاعتبار كل الأنشطة الموازية ماشي للسوق ولكن على هامش السوق، لأنه شرحت قبيلة أو عفوا قلت قبيلة على أنه كاين أنشطة مرتبطة بالسوق واللي كتعني منها عدد من العائلات، وكاين واحد المثال السيد الرئيس صغير ولكن معبر. فاش حيدنا ذاك كاستيني، كنسمي واحد كاستيني، فاش حيدنا الزبالة حشاكم القديمة ديال كاستيني كانوا عدد من الأحياء اللي قريبة لها كيخدموا تما، فاش مشينا درنا السيوز وبعدات هادوك الناس اللي كانوا كيديروا ديك الأنشطة السيد الرئيس ولات صعيب عليهم يمشيو. ونقول لك بالقياس أنه حتى الناس واخا نديروا لهم ضمانات باش يمشيو يخدموا تما، ثق بيا أن الناس اللي غيوليو كيخدموا وكيديروا ديك الأنشطة المعيشية والتجارة المعيشية غيوليو الناس ديال ديك الجماعة، لأنه ما كاينش شي واحد غيبقى يدير ساعتين باش يمشي يدير أنشطة معيشية أو تجارة معيشية تما. لذلك السيد الرئيس أنا أطلب جد الطلب والملتمس بناء على الكلام اللي قالوا الإخوان والتخوف اللي عندهم والقلق اللي عندهم اللي هو مشروع، أنه يكون تصويت مع توصية أولا بضمان الحقوق المالية كاملة ديال الجماعة، يعني في الإس دي إل السيد الرئيس إلا سمحتي لي في الإس دي إل خاص تكون جماعة مكناس ماجور إنتخ بنسبة كبيرة، جوج السيد الرئيس والدراسة الاجتماعية تاخذ كل أنشطة ماشي فقط الناس اللي خدامين الداخل، يعني الجميع كاين أنشطة موازية أصحاب الهوندات أصحاب التكتيكات اللي كيبيعوا كيشريوا. والأهم من كل هذا السيد الرئيس وأنه هذه المنطقة إلا حيدنا منها هذا القلب النابض اللي بقى فيها، حيدنا الحي الصناعي اللي كان تما ديال 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 البساتين اللي هو 1918 السيد الرئيس، خاصنا نديروا توصية باش ديك ال 120 هكتار تشريها الجامعة أو نقلبوا على دعم كيلكونك باش يمكننا نشريوها باش يكون الحي الصناعي تما، لأنه هو الحل، وإلا غنكونوا كنخلقوا أزمة اجتماعية. شكرا سيد الرئيس.